في حاجة كده هقولها لكم هتخليكم ان انتوا تفهموا الاي بي ادرس يعني بشكل كويس، او يعني هتساعدكم على فهم اللي هو موضوع اللي هو الاي بي ادرس. في حاجة كده اسمها ال 4321 رول، ديت يعني زي طريقة كده هبسط لكم بيها اللي هو موضوع اللي هو الاي بي ادرس. ايه موضوع اللي هو ال 4321 او اللي هي 4321 رول ديت؟ عارفين كرة القدم، الناس اللي بيتابعوا كرة القدم، في من ضمن اللي هي التاكتكس او اللي هي الخطط بتاعت اللعب في كرة القدم بيبقى في اللي هي الطريقة اللي هي 4-3-3، 4-4-2، في اللي هي حاجة اسمها التاكتيك او اللي هي خطة اللعب. في من ضمن الخطط بتاعت اللعب طريقة اللي هي بتاعت 4-3-2-1 ديت، انا بقول لكم الاكزامبل بتاع اللي هو كرة القدم دوت عشان خاطر يعني بربط المعلومة بتاعت اللي هي الناس اللي بيحبوا كرة القدم، بربط لك حاجة انت عارفها بحاجة جديدة بتتشرح، فديت من الطرق اللي هي يعني بتثبت المعلومة في الدماغ. فزي ما بنقول هنا 4-3-2-1، ما لناش دعوه بكره القدم دلوقتي، احنا بس بقول لكم الناس اللي هم بيحبوا الكوره. فهنا في كده يعني دي طريقه بشرح بيها الاي بي ادرس، اللي هي بنقول ان في حاجه اسمها ال 4-3-2-1 او 4-3-2-1 رول. طيب ايه الرول ديت او الرول ديت هنطبقها على الاي بي ادرس ازاي؟ اللي هو الرقم 4 دوت او رقم 4 دوت معناه ان الاي بي ادرس اللي هو الاي بي ادرس اللي هو فيرجن 4، اللي هو زي ما قلت لكم هنتكلم كل دوت عن اللي هو الاي بي ادرس فيرجن 4، او معظم كلامنا او اغلب كلامنا في الفيديو دوت او حتى في ممكن الفيديو اللي جاي زي ما هنشوف هيبقى الكلام عن اللي هو الاي بي فيرجن 4. وزي ما قلنا في اي بي تاني او فيرجن تاني من الاي بي ادرس اللي هو الاي بي فيرجن 6 دوت، ممكن نتكلم عنه بعد كده، بس زي ما قلنا احنا دلوقتي مركزين في اللي هو الاي بي ادرس فيرجن 4. فبقول هنا اللي هو الرقم اللي هو الفور في اللي هي الرول اللي هي 4-3-2-1 او 4-3-2-1، رقم 4 دوت معناه ان اي بي ادرس، رقم 4 دوت معناه ان اي اي بي ادرس، اي اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى مكون من اربع ارقام. اي اي بي ادرس فيرجن 4 مكون من اربع ارقام، فكده اي اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى مكون من اربع ارقام ديت، اللي هي الفور او اول رقم عندنا في الرول او اللي هي اللي هي القاعده ديت بتاعت 4-3-2-1 او 4-3-2-1. طيب ايه الرقم اللي هو رقم 3 دوت او رقم 3 اللي هو مكتوب عندنا في اللي هي الرول ديت اللي هو رقم 3 ده او اللي هو رقم 3 دوت؟ معناه ان الـ اي اي بي ادرس، اي اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى فيه 3 دوت، العلامه بتاعت الدوت اللي هي العلامه اللي هي زي دي. فاي رقم اي بي ادرس، اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى فيه اللي هي علامه الدوت ديت، او اللي هي ساعات بيقولوا عليها البيريود اللي هي علامه الدوت ديت، معناها بالانجلش برضو دوت او بيريود. فكده رقم 3 دوت معناه ان اي اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى فيه 3 دوتس، اللي هي العلامه اللي هي العلامه دي، دي علامة الدوت او قلنا الدوتس ديت او اللي هي العلامة بتاعت الدوتس ساعات بنقول عليها البيريود. والرقم اللي هو رقم 2 في الرول بتاعتنا اللي هي 4-3-2-1 ديت معناها ايه، او الرقم 2 دوت بيرمز ليه؟ رقم 2 دوت معناه ان اي اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى مكون من جزئين، الجزء الاولاني اللي هو بنسميه النتورك ادرس او عنوان الشبكة، والجزء الثاني اللي هو بنسميه الهوست ادرس او عنوان الجهاز جوه الشبكة. فكده اللي هو رقم 2 دوت معناه ان اي اي بي ادرس، اي اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى مكون من جزئين، بيبقى فيه جزء اسمه النتورك ادرس او عنوان الشبكة، والجزء الثاني اللي هو بنسميه الهوست ادرس او عنوان الجهاز جوه الشبكة. ولسه كمان شوية هنشوف موضوع اللي هو النتورك ادرس والهوست ادرس. وزي ما قلت لكم من شوية او زي ما اتكلمنا في الاكزامبل اللي هو بتاع ارقام التليفونات اللي هي التليفونات اللي هي بتبدا بال 010 وال 011 وال 012، قلنا نتخيل ان النتورك ادرس ديت اللي هو رقم ال 010 او ال 011 او ال 012، والهوست ادرس قلنا نتخيل ان هو رقم التليفون. فاضل بعد كده اللي هو رقم 1 في اللي هي الرول بتاعتنا اللي هي 4-3-2-1، اللي هي الرقم 1 دوت بيرمز لايه؟ رقم 1 دوت بيرمز لان الاي بي ادرس، اي اي بي ادرس بيتحط عندنا في النتورك لجهاز واحد بس، او بمعنى تاني ما ينفعش تحط اي بي ادرس لجهازين، يعني كل جهاز بيبقى ليه اي بي ادرس واحد. فهنا اللي هي رقم واحد دوت
دوت بيرمز لان الاي بي ادرس بيتحط لجهاز واحد بس. فكده اللي هو رقم واحد قلنا ان الاي بي ادرس بيتحط ل جاست وان ديفايس او جهاز واحد بس في الشبكه، ايا كان بقى الديفايس دوت، ممكن يبقى بيرسونال كمبيوتر، ممكن يبقى لابتوب، ممكن يبقى برينتر، ممكن يبقى راوتر، سويتش، اكسس بوينت، ايا كان الديفايس دوت، كل ديفايس بيبقى ليه اي بي ادرس، ما ينفعش تحط نفس الاي بي لجهازين. فاذا ديت كده اللي هي الرول بتاعه 4321. قلنا 4 ديت معناها ايه؟ ان الاي بي ادرس، اي اي بي ادرس، قلنا الاي بي ادرس اللي هو الفيرجن 4، اي اي بي ادرس فيرجن 4 بيبقى مكون من اربع ارقام، وبيبقى في عندي في الاي بي ادرس، اي اي بي ادرس بيبقى في اللي هي الثلاثه دوتس اللي هي العلامه ديت، او الدوتس ديت ساعات بنقول عليها اللي هي بيريود، بيريود او دوت ديت معناها يعني بالعربي معناها نقطه، تمام. والرقم اللي هو رقم 2 دوت معناه ان اي اي بي ادرس بيبقى مكون من جزئين، جزء اسمه النتورك ادرس او اللي هو عنوان الشبكه او اللي هو شبهناه ب 010 او 011 او 012 في ارقام التليفونات، وفي جزء تاني اللي هو الهوست ادرس او عنوان الجهاز، اي جهاز يعني جوه اي نتورك، وشبهنا الهوست ادرس دوت باللي هو رقم التليفون نفسه. وفي بعد كده اللي هو الرقم 1 دوت، ده معناه ان الاي بي ادرس، اي اي بي ادرس بيتحط لجهاز واحد بس، جاست وان ديفايس اون ا نتورك، او يعني جهاز واحد بس في اي نتورك هو اللي بياخد الاي بي ادرس. يعني لو معاك اي بي ادرس بتحطه لجهاز واحد بس، ما ينفعش تحط نفس الاي بي لجهازين. طيب خلونا نطبق اللي هي الرول بتاعه 4321 على الاي بيات المكتوبه قدامي ديت، او اللي هي الاي بي ادرس ديت. فعندي اللي هو الادرس الاولاني دوت، عايزين نشوف اللي هي الرول بتاعه 4321. فعندي الاي بي ادرس الاولاني دوت مكون من اربع ارقام دوت كده، رقم اللي هو الرقم الاولاني دوت، بعد كده 2 ده الرقم الثاني، بعد كده الرقم الثالث، بعد كده الرقم رقم 4. فكده عندي اربع ارقام، وفي عندي 3 دوت اللي هي الحاجه الثانيه اللي هي قلنا 4321، قلنا 4 اربع ارقام، بعد كده 3 دوت اللي هي الدوت الاولانيه، وديت الدوت رقم 2، وديت اللي هي الدوت رقم 3، او يعني في دوت ما بين كل رقمين. فعندي اربع ارقام ما بينهم 3 دوت. في بعد كده اللي هي الحاجه اللي بعد كده اللي هي 2، اللي هي ان اي اي بي ادرس مكون من جزئين، جزء اللي هو الخاص بالنتورك او عنوان النتورك، عنوان الشبكه او اللي هو بنسميه النتورك ادرس، وفي جزء تاني اللي هو بنسميه الهوست ادرس او عنوان الجهاز جوه النتورك. فالاي بي ادرس اللي قدامي دوت مكون من جزئين فعلا، مكون من جزء عنوان للشبكه وجزء تاني عنوان للهوست او اللي بنسميه الهوست ادرس، والجزء اللي هو عنوان الشبكه بنسميه النتورك ادرس. بس يعني لغايه دلوقتي مش يعني لازم في حاجه تانية او في معلومه هقولها كمان شويه اللي بتحدد لنا موضوع ان احنا نقدر نعرف الجزء الخاص بالنتورك والجزء الخاص بالهوست. فيعني خلونا بس نعمل سكيب او نفوت الحته ديت اللي هي ان هي حته ان احنا نعرف فين الجزء الخاص بالنتورك وفين الجزء الخاص بالهوست، هنعرف الحته ديت كمان شويه. بس يعني الرقم اللي قدامي دوت الاي بي دوت مكون من جزئين، جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بالهوست او اللي هو عنوان الجهاز جوه الشبكه. وفي اللي هو الرول او اللي هي الحاجه الاخيره في الرول اللي هي بتاعت 4321 اللي هو رقم 1 او اللي هو رقم 1 دوت، ده معناه ان الاي بي ادرس اللي قدامي دوت لو انا معايا اي بي ادرس زي ده فدوت ممكن احطه لجهاز واحد عندي في النتورك، فاحط الاي بي دوت لجهاز بيرسونال كمبيوتر، لجهاز لابتوب، لبرنتر، لراوتر، سويتش، اكسس بوينت، ايا كان الديفايس. ممكن احط اي بي زي اللي قدامي دوت اللي هو 192.168.1.10 لجهاز واحد بس، ما ينفعش احط نفس الاي بي دوت لجهاز ثاني. في بقى نفس الكلام برده للاي بي ادرس اللي هو اللي هنا دوت والاي بي ادرس اللي تحت دوت، نفس الكلام برده اللي هم الاي بيين دولت مكونين من اربع ارقام، وفي عندي الثلاثه دوت، وكل رقم من دولت او كل اي بي من دولت مكون من جزئين، جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بالهوست. واللي هي الحاجه اللي بعد كده ان كل اي بي من دولت لو انا عايز احطه في اي نتورك عندي، فمثلا الرقم زي كده بحطه لجهاز واحد بس ايا كان الديفايس دوت، ونفس الكلام برضو للاي بي دوت بحطه لجهاز واحد بس جوه اي شبكه عندي، ما ينفعش احط نفس الاي بي لجهازين.